الحمد لله وكفى، وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة في الله، الله تبارك وتعالى أمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكرامه قونا فضله قيمة سيادة أبو سيي وحكو قيمة يوكو فضله وكرامه رسولك وقفض بنا رسول صدره أي إلهي تبارك وتعالى رسول أقدر أمد أطاعه كتاب إلهي سودة شيوكي أقوينا أقوقي مبنانا إلهي كتاب أقدر أمد إلهي أقدر مسؤوليتي يحلك رسوشا قادتا ومدهي هوري رسول قادو مركو لنتيا النبي قادو نبي كلا كدن بين جيرو مسؤولية دا سي قادي جيري وسي ودي جيري لكن إلهي وحو قدري نبي محمد صلى الله عليه وسلم إنو سن نبي الرسول كدن بيني وحي أبهان تاي مركا مسؤولية دي النبي يدو هين جيرين الرسوش هين جيرتي يالا وريغي وحال وريجي ومدنا الوريجي يدا حيلكي لغو وريجيي إني خير كفافيسو حمان تكهر تكتو وناك أوهي لسو دينت إلهي تبارك وتعالى قرب إستاكتو خير كأي فافيسو يدا مسؤولية دا لغو وريكتي رك يدور وقرب إلهي تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض مؤمنين ترقي الضمر با وأدد أيجو إسحقو إسشعل وأددك كلا إسكحيجا محي سميا يأمرون بالمعروف وناجي فران وينهون على المنكر حمان تنوار ريبان ويقيمون الصلاة صلاة ديتوسيان ويؤتون الزكاة سكدنا ويقيبان ويبحيان ويطيعون الله ورسوله إلهي رسول كيسنا ويقرعان شدك وضو ويأطيعان ويكأمر قاتان يا وايدت كاس ومؤمنين رقي الضمر بإلهي مقعابي مؤمن يا مؤمنات مسؤولية دا سنوى مسؤولية دا ومسؤولية دي لغرد حلي النبي دا مسؤولية دي با أمدا لغوريكي يدا وضع وكرب تبارك وتعالى آيات كلا إلوش يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس وحاتهين أمة مد أغو خير بدن ضدك الله ساري أخرجت للناس أمة لبحيي الله ساري أغريه دي ديقا مدي دي لغا ساري مهمة لو ديبي لو حنباري مهمة دان الله ساري أمة دها كلنا كم قوان أخرجت للناس توحيدك بحمبرسيهين أخلاق دي بحمبرسيهين دينك بحمبرسيهين نقوناك بحمبرسيهين أمديك اللي يوجد بنايا بحي المهمة دو تهي مركي أمدها كلي حلكا أي حمبرسيهين الله وحولي تأمرون بالمعروف وتنهون على المنكر وتؤمنون بالله ونهكات فريسان حمان تدري بيسان الله درمين إيسان تلمامها هي صفاتك انت الذين بعض مدها او خير بدنتي هدي ادل مسان مهمه دا هي مسؤوليه دا هي حلك ادل مسان بمعنى خيريه نوار لنطي لانه وحو مدبكينا اما وقتك تكسو حاجاتين اما قروح دينا اما اتالكينا اما ديغا مدينا اما قبائشينا الذين مدورنين الله تعالى إذين ما دورني لكن وحو إذين دورتي حلئي مسؤولية آدو تاغنتهين وما دهك لنا آدك قدو انتهين تاسا إلهي إذن كفضلي أو أه إن آدواناك فافنتي سيسكو قرب سيسان آدو استاكتا حمانتك هرتكي ديدي ريبي ديدنا آدو استاكتا تاسا إلهي إذن كو دورتي تبارك وتعالى وواناك إيا خيرك اللي إذن كسي هداد مركة ضيع عدار ما تشيري سواه ومدني مركبة ومدني بحيي
oo khayrka iyo wanaaga xambaarsan oo xilkii iyo masuuliyadii anbiyaada dhaxashay oo ila qiyaamadu ka iimaaneyso adduunka la gabagabeynayo xilka iyo masuuliyadda u taagan waa masuuliyadaasi markaa waa masuuliyad inaga dhaxaysa hayele الله إن أمري إيه أن حقي سؤتا جنهي الله إن قد حي يواي توحيد كيسي خير كواوين إن قد حي يواي الله تبارك وتعالى مرك الله اللي أهل الكتاب ك نصارى ذا إيه كريستن كو إله إذا نهين عابدا مرك إلى الله اللي وحلوين النبي صلى الله عليه وسلم وحد كتر هذا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم kala ya u imada kelimad inoo dhaxaysa oo inoo siman oo maxay tahay alla na'budu illa allah wala nushrika bihi shay'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min duni allah inan ilahi kaligi caabudno ibaadadiisana inan cid kale la wadaajinin innagana qaarkeen qaarka kale inuusan rabbiya ka dhiganin oo naad is caabudin أرن كاسي وأرن إنوسي من أو إمادو كالايا كوده هاي يلي إدقوني ولا ما جرتو ومسؤولية الجميع نينكي ضيع يلكي نينكي خدك كبح يلكي نينكي لمي يلكي لكن هو مسؤولية إنو وضا تعلو هاي إلهي كوح كوني وكما خصيصين نبي قلنا صلى الله عليه وآله وسلم سيدا القرآن كو أشياء ابن النبي قلنا أعدي صلوات ربي وسلام عليه ورسول كو حليه صلى الله عليه وسلم عدي حمان أركتا حمان تاسي كعانتا وحكا قوتو هكو الرئيبتو هدو أول لي هاي وان هداد أول دي ذي لا دهي كعانتا وحكا قوتو هدادا أول دي ذي لا دهين عربك هذا المكا نصيحي شيك هقرنن هذا هدي هذا الكينا آد قبته أود كري ويدو نبي محمد صلى الله عليه وسلم مرك قلبك ككهو دبسو قلبك ككرهيسو هتشعلانن هأوبوغن تاغيرن قلبك أبو هدبسو رسول صلى الله عليه وسلم مرتبة الدنبو قلبك إنات ككهتا إيمان كماشي أو ضعيف صنيد واحد بل أو في رسالة سيد الله يسوع حري حمان طول الرهبو إيه إيمان كيف الله يسوع حري حرك أدق بو إله يسوع حري تبارك وتعالى سيد أو كرف مرتبة دو أي نقطون إيمان كابو أو كلا سر يوا كل بظروفها هي حالة دمرك أكو هي سطي كو حرنت سيد أكل النبي صلى الله عليه وسلم حديث كامرك وحاكم وقله رسولك محمد صلى الله عليه وسلم من رأى من إدقون ما كلا قاد إلهي مليهن علمه مضح كريه مليهن دمر كريه مليهن وضيال كريه مليهن لكن وحدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن وحد من إدي ومركبه مسؤولية دنو وضتان سيدوك الرسول كان صلى الله عليه وسلم وحي إلى حديث أم سلمة في صحيح مسلم وغيره مضحبا إيمان دون تبن صلى الله عليه وسلم إنها ستكون أمراء مضحبا إيمان دون مضحبا إيدا أوحي لا إيمان دون وحشر عدا وافق سن إيا وحا وافق سنين با وحاد إنكرتان وقونستان إيا وحا قبكتان في عمب ولا إيمان دون محن سمينا رسولك إلهي وحن نبي صلى الله عليه وسلم روحي وحا أي لي ما دين منكر كحن إنكرا أودي ذا كاس النبي وحي صلى الله عليه وسلم وبر النقضي إيد ملي روحي كهذنا نبي وحي صلى الله عليه وسلم وابد بهذي لكن عدي الرعدة رالي كن نقطة فقنا عدا منكر كودا يحمانتا أي ودان رالي كن نقطة كرعة كاوي ميت كيقول ماتي مركز أوحي إلى أن الرسول إلى يوم مربى هديبا مضحدا لمنكرات كان هي آفدا لي ما دين ما أنت كب حنان هب قاد أن الله دق على النور وماشي مكسرنا يجي منكر كوضبا
نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يقول انتي شنت صلاهات لحدي نكو اوغهيان اوي توكنيان هل دغالم يدبو نبي صلى الله عليه وسلم لكن حمان تود الريبا وفير سنه محال لو يدي هل دغالم انه حكو كينا ايغو منكرات اي وحان في عينين لا يمت وحال لو ليهي لان مركا لو كخو او لو بخو ديبكا كدلانيا ايا كبدن dibaatada ku jirta in loo sabro fujuurkooda iyo dambiyadooda loo sabro taariikhduna hada dib u akhridan waxa ku soo baxaya majiro dawlad iyo madax faajirin oo intay dambiye iyo munkaraad galeen lagu kacay oo laga faa'iiday taariikhda waa nadir waay hatta dadka ku kacay saalihiin iyo fuqaho iyo culimo iyo akhyaar baa ahade saastaradii nabi kuxu sallallahu alayhi wasallam dibkooda iyo munkaraadkooda iyo fujuurkooda ha kaga jawaabina inaa hub u qaadataan oo ku baxdaan oo la dagaalantaan taasi dibka weyn baad wadaan marka dhibaato ka weyntay iyagu hayeen ayaa ka dhalanaysa hadithka abdullah ibn mas'ud sidoo kale nabi kuxu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri وحا إيمان دون أبو رسول كرس نبي مجر أنبياء ذا كم ذا إلا ومركي إلهي سو صار وحو لها داد إساقا رعسا أو رميسان أصحاب خاصة لها كذب أصحاب تاسي ويتقيا وحا كدن بين يداد حن وكوها الله وحينا سمينين هذا الكودي فعل الكودي إسخلافة وصمين يوحان شرع عدا وافق سنين oo iyey laftoodu inkirayaan oo fiicnay bay sameeynaan markaas nabi wuxuu xulay sallallahu alayhi wasallam ruuxi gacantiisa kula dagaalamo waa markuu awood leeyahay waa muumin buu nabi sallallahu alayhi wasallam ruuxi carabkiisa kula jihaadana waa muumin buu nabi sallallahu alayhi wasallam ruuxi qalbigiisa kula jihaado qalbiga ka kaahdana waa muumin buu nabi sallallahu alayhi wasallam laakiin ruuxi inta minna aan sameeynin أنت قلبك بهدات ككهوي ذي بمعنى الرالي ويقلبك عقوة أما عادة ويعنب وما أركبه هل كان مركات قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ميشا وحكدن بيو إيمانه هبيا رادي قلبك كمتشو أدات مؤمن تهي مركة وإن الحمان تكسر ريقته وأدحمان تنعضو وأدحمان تكحكي موتو وأي كلبتو وغيران قلبك أتكلم لبسوته لكن إن حمانتي كرالي كل نقضه أما أعوى التاقير تبا كدرا أود قرب إشتاكته علشان قبيل درتي قبيالا أما كوح درادة أما وحوغا مصالح تكون قبطة درادة إن المنكر كأي حمانتي قرب إشتاكته وحي دليل تهي سيد النبي صلى الله عليه وسلم وح إيمان وميشا كدن بيه مجر النبي صلى الله عليه وسلم هالي سواي مارك سيدة درادة أمدني وأمدي إلهي وأحل ساري إني وأنا قفا في صحف ما أنت نعيك هرتكت حل كاسنا وكوضا الحياة حتى مسلم كفاسقة مسلم كفاسقة إيه حمان تصميني إيه إسل فيه سأدرا إيه الزندة إيه خمرضة إيه حمان تصميني إيه منكر مركو أركية وحشة رعادة خلاف سن إنو الرابة واحد مسؤولية داسو قيب فيها اسمنا الدين إيش إيش هو اللي فيه سقوط دران وخلدان وخلدات سمعيني إنه هذا نحمان تشرت أو قيك النقض سيد اللوج هرتجلا محي علي مسؤولية إلهي صار وها دم بيقول أوقوني حلك إلهي قصار إلى دودة أوقوني أرين تسمعك وأرين أمدد يا أرين كوحد ما وحمان تولى ليال إنه قصة هذا هذين نهب الشدن مخططات فربضان قرشيال فربضان او اي قال دوتان او قال الرعي دوتان او ضل سو استعمال اي وتان قرشيال فربضان او كل بدين علي نغا كينيو او انت انو حدي دين اهان يا اخلاق اهان لدونيو ان حديدد لوو سيبو او انغا اي قالدو اينان ماركا واخو كو كلا دوانان الله بان القرآن كوشاك تبارك وتعالى حسدا حسد أي إذن حسد يا أن درادد بي فضائش يا ولاك إلهي إذن سيي أي دونيان إن أي لدى قال لما نقيقوك لأبقتان
arintaas markaa waxay u baahan tahay ummadu inay wacyi leedahay way foojigan tahay way soo jeedo oo ay ilaashato diinteeda way ilaashato akhlaaqdeeda way ilaashato wada jirkeeda way ilaashato ku xidhnaanta rabbigeed ay ku xidhan tahay way ilaashato fadiilada iyo wanaagga iyo khayrka ilaahay ku fadilay oo ummado lumay oo ilaahay tabaaraka wa tacaala wanaagga iyo khayrkaad haysataan uu ka qadiyey way ahayd iyaga in la hanuuniyo oo khayrka loo bandhigo oo diinta loo soo jiido oo naarta laga badbaadiyo oo loo naxariisto wixii hallaysnaa annaga in muxuu ahay aan wax ka raadinno oo dhaqamadoodii aan raadinno oon iyaga daba luflufno oo aynu wax ka doonanno أتستبدلون الذي هو أدنى بالخير بالذي هو خير والإله با إذن فضلوا إذن كرامي وح كرامة لقى قاضي محاد وح وقرات سنيسان شرح لما يستربه إله إذن سودتي محاد قشن كي لفلف كقال هذا يوحى يقوم كبا بأين إذن دبر لقاي كرامة إله تبارك وتعالى إيا وناقن الحمد لله إن تاتر هذا ما دفاعتان وإلى شيطان واي waxay u baahan tahay arintaas markaa in aad iyo aad loo foojignaado maalinba qaab maalinba si maalinba waji maalinba qolo cusub maalinba wajiyo cusub waxa ugu daranna waxa waaye dhacdo mar ama koox ku dhacday ama shaqsi ku dhacday waxaa ka halisan in ummaddan loo jideeyo shuruuc ilaahay diintiisa khilaafsan oo intaasoo tobanaan ama boqolaal sano oo soo socota lagu xukumi doono oo diinta iyo akhlaaqda lagu burburin doono in la meel mariyo gaala ku guulaysato inay meel mariso haliska weyn ma jirto inta dhib dhacaya oo bulshada muslimka dhexdeeda ka dhacaya wax ka halisan ma jiro shuruuc gaalo in dal muslima inta loo jideeyo haddana lagu dhaqo arrintaasina kol baqaa bay ku imaan wax laga daalayaa ma gaalada maanta joogta iyo hay'adahoodii iyo dadka u shaqeeyana kama daalaan markay waxooga caqabad waajahaan oo derbigu ka hor yimaado ma daalayaan intay derbiga ka laabtaan bay doonayaan mar labaad darishada inay ka soo galaan haddana waa isku dayayaan duruufteeday sugayaan dadkeedii bay sugayaan maanta hadday u socon weydo berri bay marsiinayaan yacni wax way qorsho ay ugu talagaleen waaye maalinba dadkeeda bay doonayaan in ay marsiiyaan waa maalinkay u suuroobi karto waay waxaa markhaati idinku ah soomaalida shuruucda qoyska la yidhaahdo ama xuquuqda dumarka la dhaho waxaa la isku dayay in loo sharciyeeyo oo shuruucdeeda la geliyo 1975 afartan sano ka hor ku dhawaad waaye waa xilliga United Nationka gabdhaha Soomaaliyeed qaar ka mid a intay lugooyeen ay u soo dhiibeen shuruucda la yidhaahdo shuruucda xeerka qoyska dowladdii xilligaa jirtayna ay qaadatay madaxweynihii waddanka ka talinayayna uu bilaabay inuu ku jeesjeeso aayaadka dhaxalka culimmadii soomaaliyeed oo xilligaa joogtayna ay diideen oo ka hor yimaadeen 10 ka midana tiirka la istaajiyey oo la toogtay xeerku waa xeerkii mid ka daran maalinka gabdho soomaaliyeed oo la soo lugooyey iyaguna loogu talagalay ummadooda inay lugooyaan ayaa arrintaa keenay oo dowladda u keenay dowladduna qaadatay oo kacaankii qaatay ummaddana heerkaa lagu gaadhsiiyey dhegaysta gabadhka gabdhihii hogaaminayay ka mid a arrintaa iyada oo youtube-ka ku jirta iyadoo ka sheekaynaysa maryan xaaji cilmi dhegaysta xaqiiqada waxaa kuu soo baxaysa ummaddan siday gaala ugu isticmaashay dumarkii hablihii muslimaadka ahaa aa aqoonta lahayn iyo sida iyaguna u lugeen ummaddeedan ummaddoodana u lugooyeen markii culimmada la yeel maxaa ka dhacay halkaa waxaa ka bilaabato na taaftaafay musiibada ilaa iyo maanta aan la saldhigi la'nahay halkaasay ka bilaabatay
ما أفرتن سنة أو تيه إيا وريقا أو أرنتاسي أي كنت أفرتن سنة كذب مياه هذا حير كي حير كدرا أو كمغحم أو كفرحم مياه هذا ما أنتم أمد لليها قبل الصومالي دنتي كينان قاتا وموحى للدورة يا هذا سيديت سنة طبينا تيه كسي جرنا حقوبة إليه هذا نقسي هبسته وعجائب قال مداشو قال مداشو ضد كيدون مدالان لكن كل وحي تيجابيان بلشان أسي يسيد أبر أروكسن تاهي تيجابوا واي كنت أيوه كدبنا عرضا بلشان امتصاص وقصة مينيا ولا نوغيا ولا دبعينيا هذا المركلة اللي سوغيا سيدة سدرادت وحال الدونيا إني نفو تشكنا نوه ووحال الوصف حضائي ودقن كينا إخلاق دينا إدين كينا إآخرة دينا إدون كينا رقية دمر صالح يفاسق علمية عامة مضحية من كبه كل إنا تاقنا نوه هاو شائية حل والبغوة إن لغا هرتقو وحيا لها النوحة سوكلاة أو أين نقلنا أمد دين توضا إلى شدا لغا داري مايو إنه نداري مين أمد الصوماليات آد بي أمها السنتهي رقية دمر با ويلل إيقب نبا عد والباء إلهي تبارك وتعالى خير وبركاه إذن سيئو ما أنت واد براروك سنتهين براروك أد براروك سنتهين وميدا كنتي إن كيد الشيطان كان ضعيفا هوين إذي شلي داراني سي أوكوهي سي ولي إنو مري أمان مقدشكته وحيا كذب إني أفكا فرطوي تراهضو موذن الوحر مرتا غيره يو إن كيد الشيطان كان ضعيفا ساسي أتبر دريهين ساسي أتبر دريهين وأودو إنتا سيطان تهي مركي أركان أمت سوچه ده ونقم كيدي أخلاق ده الدفاع عن إيسا لكن ماني كانت ساحته واللغم مرسيني صلوا وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا اليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.